أعلنت منظمة الصحة العالمية اعتماد البساتين والساية كمدينة صحية وفق نظام واشتراطات المنظمة، كما تحويه من سروح وخدمات صحية واجتماعية وثقافية ورياضية. حيث سلم الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط شهادة الاعتماد إلى السيد سلمان بن عيسى بن هندي المناعي محافظ محافظة المحرق، بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد وزيرة الصحة، التي أكدت بأن اعتماد منظمة الصحة العالمية يأتي تجسيدا للتوسع في هذا البرنامج الطموح، وتأكيدا على الجهود والعمل المتواصل لحكومة مملكة البحرين، وتوثيقا لصفحة مضيئة من الإنجازات الوطنية الرائدة. بدوره أكد محافظ المحرق على أن هذه الشهادة تعتبر دافعا وبداية حقيقية للتوسع في اعتماد كافة مدن وقرى المحافظة كمدن صحية لما تحتويه من بنية تحتية ومشاريع خدمية في كافة الجوانب. من جانبه أكد المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط بأن شبكة المدن الصحية الآخذة في التوسع في البحرين تعكس سعي المملكة لتزويد المجتمعات الحضرية بفرص أفضل للتمتع بالصحة والعافية. نفتخر أن مدينة البساتين والساية اليوم يتم اعتمادها كمدن صحية في محافظة المحرق، وذلك وفق استيفائها لاشتراطات هذا البرنامج، وهو برنامج عالمي تبنت مملكة البحرين، حيث تم دراسة جميع هذه المعايير والتأكد من تطبيقها. واليوم نفتخر بهذا الإنجاز ليكون إنجاز يضاف إلى مكتسبات مملكة البحرين الغالية. إحنا اليوم يعني في المحرق وفي محافظة المحرق استقبلنا مندوب منظمة الصحة العالمية وهو يحمل شهادة يعني للمنطقتين للساية والبسيتين بأنهم يعني مناطق صحية، وهذا شيء نعتز به ونفتخر. وأعتقد أن المحرق بالعموم مدنها وقراها تستحق أن تكون يعني محافظة صحية، وكذلك بقية المحافظات. يعني البحرين الحمد لله يعني عنده المعايير اللي تتماشى مع البلدان المتقدمة. أنا اليوم لي الشرف أن أكون في بلدي وبين أهلي في البحرين، وبالأخص في محافظة المحرق، وسعيد جدا أني التقيت بسعادة المحافظ لتسليم شهادة المدينة الصحية لمدينتي البسيتين والساية، وهذا إنجاز يعني نفخر به جميعا، ليس فقط في البحرين وإنما في إقليم شرق المتوسط، لحصول هاتين المدينتين يعني على هذه الشهادة، وكذلك في جامعات يعني أكاديمية في البحرين، وكذلك مدن أخرى بإذن الله.